داك الفرح اللي غادي يديروا هاد الناس هادو اللي عندهم هاد العرس هذا. كما كتشوفوا ورايا منظر كي داير، والناس كاملين اللي غاديين معنا للمناسبه راه هما كيبانوا غاديين. نضربوا معاهم نفس المناسبه نفس البريكول، يعني كتضرب واحد الكعطه ديال الطريق باش تمشي لهاد المناسبه هذا باش تعرق زعما. غير هو ما غادي ترجع للدوار ثاني في العشيه، حتى غتكون شبعان جوع وشبعان عطش. هادشي اللي كاين. غير هو اللي زوين دابا في هاد المناسبات هادو هي في العشيه غادي يدار واحد الحفل كيتسمى احواش. الا سخر الله وكان هاد احواش وكان الضو مزيان غادي نبارطاجي معكم على بركه الله. كملوا الطريق ديال الناس، كملوا البريكون. هاد الناس هما معروضين معنا لنفس المناسبه وغادي يضربوا معنا نفس البريكول، يعني غادي نرجعوا للدوار في العشيه مطحطحين مسخسخين. طوموبيله رايه، واحد الكونغو، شي طوموبيله اخرى لا شتا واقفه هنا غادي تستغرب. الدوار راه هو هو هذاك كيبان من هنايا. صافي دخلنا هذاك العكبه ودوك الطلاعي والهباطي وما بقاش. دابا الطريق مسرحه، قربنا للدار اللي فيها العرس. غنكمل معكم ان شاء الله. هاي هذه هي الدار، هذا هو، هذه هي الدار ديال صاحب العرس. هاتي غري غاسنا خالتي. السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله. بسم الله. حايد خلينا ندخلو. بسم الله. كما كتشوفوا هي الدكه ديالها تتوجد على بركة الله. هذه هي لونطري ديالهم هنايا. قبل الماكله ضروري الدكه، ولا من مورا الماكله ضروري. هاد البريد بحال هكا مشحر. هي من بعد الدكه ديالها تاهي هادو كيجي هاد العسيله واملو والخبز ديال افارنو كيما وريتكم افارنو. ها هو من بعد كيتهز هذاك العسيله واملو وزيت العود كيحطو لنا عاوتاني الطواجين بالمعزي. وهي هذيك من بعد كتغسل يديك كتواجد راسك. ويل عباد الله السيكتور، عاد تيخرجوا عائله كتدخل عائله اخرى اللي كيجيو للزياره. نتمنوهم الله سبحانه وتعالى يكرمهم كما كرمونا. هو هذاك عرقناها. هذه العرض اخرى، مناسبه اخرى عاوتاني في نفس الوقت في نفس النهار. خرجنا من العرس، من المناسبه ديال العرس، عرضوا علينا ناس اخرين. صراحه هاد الناس بلاد الكرم بلاد الضيافه. الدار اللي غادي ندخلوا ليها ان شاء الله راه هي عارضين عليا انا ونسيب واحد خونا حتى هويا، واحد صاحبنا كنبيعوا ونشريوا معاه. الطبيعه هي كما كتشوفوا حدا الدار. بسم الله ندخلوا على عند هاد الناس الله يجازيهم بخير. السلام عليكم. اكرمونا هاد الناس الله يجازيهم الله يجازيهم بخير. هو خرجنا من عندهم. دابا نعاود لكم على التقاليد ديال هاد البلاصه كي دايره. دابا حنا المناسبه جينا عند العريس ياك، هو اللي فاميلا ديالنا، هو اللي عيط علينا. ولكن كيديروا في العرس يومين، نهار تيكون عند العريس ونهار كيكون عند العروسه. نختصر لكم هما التفاصيل بزاف كثيره وكبيره، هذا موضوع نقدروا نهضروا فيه شي مره بوحدو ياك. دابا المهم كنا عند العريس، دار العريس، دابا كلينا وشربنا الله يخلف عليهم. دابا جينا عند شي ناس كنعرفوهم في المدينه، تما ولادهم هنايا هما اللي عرضوا علينا دابا وعندهم كنا. دابا عاد غنمشيو لدار العروسه حتى هما. هذا كما كتشوفوا هذا منظر اخر بلان اخر. هنا باش ندورو من دار العريس لدار العروسه ضروري كندورو كندوزو من واحد الواد. وهاد الواد كما كتشوفوا ها هو هنايا ورايا الكرموس. ها هو الكرموس، ها الشجرة ديال الكرموس. وكما كتشوفوا هاد البحيرة هادي راه ديال النعناع. كاين شوية ديال اللوز كما كيبان لكم لهيه، شوية ديال اللوز. كاين الزيت تبارك الله، الواد زين عطا فيه الله الخير. يا سكر شنو هاديك؟ هادي اخويا هادي النعناع. راه نشوف ليك. هادي هادي هي النعناع. راه تعملنا حنا قلنا لك الفريز. امسحها امسحها ناكلها. فيها واحد المذاق واعر، ما يمكنش تاكل مطيشة في المدينة بلا خل بلا خبز بلا ملح. هذه مطيشه مسح وكل مذاق واعر ديال بصح. هنايا الكرموس، نشوفوا الكرموس حتى هويا كرموس بلا دواء بلا والو تبارك الله.
اخي حسن راه شي كرموس صار حسن كرموس بلدي تا هو خالي من المواد الكيماويه غنشوف لك راه حسن عطينا خويا الكرموس البلدي عطينا عطينا راه كناكل اوه هو هو هذيك واحد الزهر الله يحفظك اودي حسن ديال الصح انتوما الكرموس راه كيوكلونا في المدينه على السم عطينا ناكلوا شويه ديال الله يا خويا انا معاك انا معاك الله يجازيك بخير ها انت ها مطيشه واحد تياكل المطيشه شوف انا كناكل الكرموس كلشي ديال الله لقات المجاعه هنايا كول الكرموس كول وشرب حتى يبان والديك ما كاينش مشكل ما كاين اللي يخسر لك خاطر مازال هذه خاصها شويه ديال الطياب خاصها شويه الطيابه اسكر مطيشه تاهي ما تفرق بين حتى حاجه ما تحزنش كلشي بنينه مطيشه مليح والله العظيم ما كنكتب كنهضر بالمعقول المذاق ديالها واعر ديال بصح عربي هو هذا السيد اللي جاب لنا الكرموس شكرا كلشي ديال الله صحتكم كلشي ديال الله الواد ما تسخاش به طلع منه ما تسخاش خرج من هذه البلاصه ولكن مع كامل الاسف تنعاودوا نرجعوا ليه ان شاء الله لحقاش الناس اللي عندهم العرس كيعيطوا لينا الناس اللي كنتسناو مراه وما جايين لها هما اللي عيطوا لينا قالوا لنا يلا شفتوا التقريعه هذه ديال الكرموس الواد صراحه كما قلت لكم ما تسخاش تخرج منه ولكن غادي نعاودوا نرجعوا ليه ان شاء الله وندير واحد الفيديو على الواد هنا بوحدو خاص ها الدار اللي غادي اللي كنا فيها راه هي وريتها لكم قبيله من الداخل والناس اللي غاديين معاهم دابا العرس عاوتاني راهم ما بغيتش نقرب لهم التليفون معاهم العيالات معاهم كاين اللي ما كيبغيش بحال هكا نشوفوا الو السلام عليكم ها كي دايره المهمه كلشي مزيان هانيه وانا راه هذه الوالده الله يخليها لينا ويرزقنا الرضا ديالها كتسول فينا قالت لك فين دال ما بقينا نشوفوك يومين هادي هادشي اللي قلنا لها الا تفرجوا في حوايج غدا ان شاء الله ولا بالليل تشوف خوتي انتم دابا طلعت لهاد البلاصه هادي ياك طلعت لهاد البلاصه باش نوريكم كل شيء عن كتب ياك دابا هادي الدار ديال العريس ياك وهادي الدار ديال العروسه راه هي لهي هي هادي دابا العروسه غادي يشيعوها غادي يجيبوها عند العريس سامارش ياك غادي يجيبوها غيدوزوها من هاد الطريق اللي كتشوفوا غيدوزو على الواد اللي كنا فيه قبيلات وغادي يطلعوها من هاد البلاصه وغادي يجيبوها حتى للدار ديال العريس اللي هي هادي العريس الا كتشوفوا راه هو جالس في السطح تيكون متكي في السطح وكيتسنى حتى غيدخلوا ليه العروسه ياك وغادي يلوح عليهم غادي يلوح عليهم اللوز اللوز ولا الحلوه ولا الفنيد ولا اي حاجه شي حاجه حلوه زعما هذه عاده كيديروها ولكن باش غادي يجيبوا هذه العروسه اللي جيبوها لهنايا غادي يجيبوها بواحد العاده سميتها تنقيفت وعلاش طلعت لهذه البلاصه وحطيتكم في الصوره باش واحد شويه نصور معكم نبارطاجي معكم هاد التنقيفت كيفاش كتكون ان شاء الله اوكي سمر شتي لهنايا دابا مزيان ياك مزيان من بعد غادي نبارطاجي معكم ان شاء الله تنقيفت هنا خرجنا من 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 عند دار العروسه كما قلت لكم ودابا جينا لهنايا ريتما يدار داك احواش اللي قلت لكم ولا حتى يدار حتى كيفوت العشاء وباش نضيعوا شي شويه ديال الوقت في الواد الدراري ديال الدوار دايرين واحد التورنوا هي كما كتشوفوا ولكن حاطين خالقين واحد لومبيونس واعر دايرين ماتش بعضياتهم حيت منظمين واحد التورنوا الدوار ديال هنايا كاينين شي خمسه الدواور ولا سته منظمين واحد التورنوا ولكن خالقين واحد الجو هنا واعر واعر بزاف الا كتسمعوا معايا راه هما دايرين ماتش ولكن بلاصه التعليق دايرين التعليق ديال عصام الشوالي على واحد الديربي ديال البارسا والريال انا غادي نصور لكم شي شويه في الماتش وتصنتوا لي التعليق صراحه شي خلقوا الناس يخلقوا سعاده من الابسط الاشياء والو والو خصكم تشوفوا الشباك كيديرين ما هبطتش لتحت باش يبان لكم التيران من لتحت ولكن ماتش زوين تيران زوين ولكن اللي خلاني نضحك هو التعليق ديال عصام الشوالي واحد اللقطه خطيره جدا واو واو واو
غير كذا خلي راه دنا نمر ياك دنا نمر صغير نرد في التونه غير غد الكمل غير ياك. سولت واحد الخال هنا على الكماله ديال هذا العدد هذه هي تنكيفت وهكا دابا العروسه اللي كانت بانت لكم قبيله جايه من الجهه الاخرى من الدوار الاخر ها هي وصلت هنايا مع الوقيته ديال المغرب ها هما جايين بها غيبقاو يجيو ويقولوا بحال قلتي تنظمت بحال قلتي شي حاجه ديال بحال الموال بحال شي حاجه بحال هكا ما عرفتش كيفاش نوصفها وغيبقاو جايين بشويه 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 حتى الدار هنا ديال العريس هما كيرحبوا بهم هنا في الدار ديال العريس كيبقاو غاديين بشويه بشويه كيكونوا تقال وكيرددوا الابيات الشعريه اللي قلت لكم اولا امارك بالشلحه كيبقاو يعاودوا يغنيو وكيتقربوا كيقربوا للدار ديال العريس هما تقريبا وصلوا للباب هنايا سمحوا لي على التصوير عفاكم راه كنحرص تمام الحرص باش ما نبين حتى شي وجه ديال شي مرا ولا وجه ديال شي بنت كما قلت لكم حيت الناس ديال هاد البلاصه محافظين بزاف ما بغيتش نصور كلشي حيت الا صورت كلشي هادشي تقريبا فيه شي ساعه ونص ولا ساعتين كنصور لقطات ونقطع ومن بعد نمونطيهم لعل وعسى تاخذوا فكره على هاد التنكيفت هادي ولا هاد العدد هذه هي اللقطه الموعوده اللي وعدتكم بها واللي كنتسناوها اصلا هنا فين اللوز فين العريس كيلوح اللوز للدراري وكيلوح لهم الفريد المهم كما قلت لكم المهم شي حاجه حلوه بلاصه الورد وبلاصه داكشي الاخر العصري هنايا كاين اللوز وكاين الحلوه هادي اللقطة الأخرى في هاد التقليد هذا ومن بعد راه غادي تدخل العروسة لدارها وغادي يسالي كلشي وغادي يبقى غير أحواش على الطريقة الفلكلورية الأمازيغية اللي ما خداش اللوزة ولا اللي ما خداش الحلوة كيعاود يطلبها من العريس باش يعاود يلوح ليه مرة أخرى يعني كلشي كياكل اللوز واحد ما كيبقى بلاش ماشي بحال البوكلي ديال الورد